طيب نروح نشوف أهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج. بدأت الأخبار رسميا مباراة مصر وتونس ببرج العرب 16 نوفمبر. اليوم السابع بريدة يطالب الجري بعلاج سلبيات تقرير فيفا عن الفراعنة. الشروق المنتخب قد يواجه البرازيل أو الأرجنتين في نوفمبر. جريدة الوطن أجيري يطلب مواجهة كرواتيا والبرازيل وأسبانيا وديا. فيتو أجيري يطلب تنظيم معسكر خارجي بإنجلترا عقب لقاء تونس. الشروق درويش استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات في نهاية نوفمبر. ياريت سوبر كورة أحمد عبد الظاهر يجري عملية الرباط الصليبي. كورة ليفربول يغير رأيه بشأن مستقبل محمد صلاح. جريدة الشروق صلاح أطفال مصر يدفعونني للحفاظ على مسيرتي. جريدة الأهرام وزير الرياضة مشكلة صلاح مع الجبلية تنتهي الشهر المقبل. بوابة الأهرام مصر الأول عربيا وإفريقيا بأولمبياد الأرجنتين ووزير الشباب سنحقق إنجازا في طوكيو 2020 إن شاء الله. سكاي نيوز إيجواين رونالدو كسرني في يوفنتوس. أس نجم برشلونة طالبان إدارة النادي بحسم صفقة بوجبا. سبورت 360 فينجر يدخل قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة.